وثقوها يا شبكة 964. احنا فريقنا شبه كامل بس عندنا مصابين اثنين، وولد كان من عندنا دوام ورجع، وان شاء الله صفوفنا متكاملة ونطمح للفوز وناخذ البطولة الثانية على التوالي ان شاء الله. ان شاء الله النهائي الليق بسمعة المنطقة، ومع العلم يعني الفريقين من نفس المنطقة، واحنا مو مهم الفوز ولا الخسارة، المهم انه نسعد الجماهير، هاي الجماهير كان سواء داخل المنطقة او من خارج المنطقة، فالمهم يعني سعادة الجمهور، واحنا جمهورنا وكرياضيين عشاق لكرة القدم. تتوالى البطاقات الحمراء. إدارة ملعب الخضير السباعي، الاشتراكات والحجزات تتمثل بدعم ذاتي، ماكو جهات مسؤولة أو تدعمني أو جهات سياسية، دعم ذاتي من الفرق نفسها أبناء المنطقة. صراحة اليوم أول مرة طب هذا الملعب، من الملاعب اللي أظهرتني صراحة على مستوى الجمهور، جمهور لعبة ثانية، أخذونا العالم الثاني الجمهور. الحضور الكبير، التشجيع، ربما تشوف ملاعب بها مشاهدين هواي، بس اليوم مشجعين هواي.